يا صباح الفل عليكم، واهلا وسهلا وحلقه جديده من مطبخ الحياه. احنا في مطبخ الحياه في رمضان معاكم كل يوم ان شاء الله ما عدا الجمعه. الاتصالات علينا هتبقى على الارقام اللي على الشاشه، كلموني وعناية ليكم، او عن طريق صفحه الفيسبوك الحياه تي في على البوست بتاع الحلقه اللي انتوا عايزينه تحت امركم. اول حاجه هبتدي بيها النهارده هنعمل كوارع، هنعمل شوربه كوارع، كوارع وهنعمل فته كوارع. اول حاجه مقادير الشوربه، هستعمل طبعا انا هستعمل كارع كبير، بصلايه كبيره، كوارع مقطعه، الكارع بتاعي هقطعه وهخلي الراجل يجيبه لي متنضف ومتقطع، طماطم، جزر، كرفس، معلقه دقيق، فلفل اسود، ليمون، خل، ورق لورا، وحبهان. اول حاجه هو لازم الراجل يجيبها لك متنضفه تماما، وانت هتنقعيها في ميه فيها ليمون وفيها خل. ليه؟ علشان تبيض معاكي، عشان تبقى بيضه، هي متنضفه بس لازم تبقى بيضه وريحتها حلوه. الخل والليمون بيساعدوا ان ما يبقاش فيها اي ريحه. اوكي، اول حاجه هنيجي نعملها ايه؟ هنيجي نحط الطاسه بتاعتنا على النار، نسخن الطاسه. انا كمان هستعمل فصين مستكه في الشوربه دي، هتفرق معاها جدا. هاجي هحط شويه سمنه في الطاسه، هسخن السمنه بتاعتي، وهحط اول حاجه اللورة والبستكه والحبهان، هحطهم لغايه لما ريحتهم تطلع. بصوا المستكه بصفه عامه ما تكتروش منها لانها بتمرر، هتلاقي الشوربه مره. فانا هستعمل خصوصا لو المستكه حبتها كبيره هستعمل فصين او ثلاثه بالكتير لغايه لما ريحتها تبتدي تطلع، بتدي ريحه فظيعه وطعم لاي شوربه بصراحه. هحط ورق اللورة والحبهان، برضو دقيقه ريحتهم تطلع. بصوا هتلاقوا كده ابتدت الورقه تفرقع شويه، الورق اللورة ده كده، يبقى انا خلاص وصلت للي انا عايزاه. هروح حاطه البوكي جارنيه، البصل والجزر وكرفس، اديله تشويحه بسيطه، وبعد كده هحط لهم الكوارع بتاعتي اللي اتنضفت واتنقعت في الخل والليمون، هحطها تتشوح مع الخضار. ليه بشوحها؟ هتديني طعم حلو. بصوا بقى انا هعمل ايه علشان اعرف اشوحها كويس. انا خلاص شوحت الخضره بتاعتي، هفضي مكان، اجي الميه بتغلي جنبي، هروح حاطه كل الكلام ده في الميه من غير السمنه طبعا اللي احنا منكهينها. اوريدي السمنه اخدت التنكيهه بتاعت الخضار، هحط دول في الميه علشان اوسع. وهاجي هحط الكوارع تتشوح، بشوحها كويس قوي قبل ما احطها في الميه علشان تتسلق. طبعا الكوارع بعد ما تغلي كويس واشيل الريم بتاعها اكيد هيطلع عندي زفره على الوش، بشيله كله وبغطيها وبخليها على الاقل 3 ساعات تستوي، او لو عندك حله بريستو هنحطها في الحله بريستو، بتاخد لها نص ساعه لساعه الا ربع. فاحنا دلوقتي بنشوح الكوارع، عايزاها يبقى لونها واخده لون بسيط، يعني مش هحمرها بس علشان ريحتها وطعمها بيفرقوا كتير. اهو، وبعد ما اشيلهم هحط مكانهم بقيه الكوارع بتاعتي. اهو هعلي بس النار علشان اخلص بسرعه. ريحه بقى المستكه والحبهان ايه جباره معايا، هشيل
الكوارع اللي اتشوحت هحطها في المية واحط مكانها بقية الكوارع علشان المكان. ده بيديني ريحة وطعم حلو قوي. هاجي بقى على ما تتحمر دي هزود في الشوربة بتاعتي طماطم علشان تدي للشوربة لون غامق سنة، يعني ما تبقاش الشوربة فاتحة قوي. والدقيق معلقة الدقيق دي انا بزودها في الاخر، بزودها في الاخر هنا اهو مش في الشوربة. هوريكم دلوقتي ازاي. بعد ما بحمرها تشويحة يعني مش تحمير تحمير، نحطها طبعا زي ما اتفقنا لازم اشيل اي ريم بيطلع على وشها. هاجي هنا هحط معلقة الدقيق كبيرة على بواقي السمنة اللي في الطاسة اللي أنا شوحت فيها الكوارع وأحمصه تحميصة بسيطة كده. ده برضو هيديني تقل للشوربة وهي بتستوي. الشوربة هتستوي هتاخد وقت طويل قوي، بس أنا بقى الدقيق ده مش هحطه غير لما أشيل كل الريم اللي بيطلع على الوش. وخدي بالك تشويح الكوارع مش هيخليها تطلع زفاره كتير، يعني غير ما تحطيها وهي نيه، لو حطيتيها وهي نايمه هتلاقي الفوم الريم ده كتير، لكن بالطريقه دي بصوا اهي ابتدت تغلي ما بيطلعليش ريم كتير خالص اهي، علشان انا قفلت المسام بتاعتها. فبعد ما اتاكد ان انا شلت اي حاجه من على وشها بضيف معلقه الدقيق ببواقي السمنه دي وبغطيها وبخليها على النار بقى لغايه لما تستوي تماما. اوكي احنا كده هنطلع فاصل ولا نبتدي الوصفه اللي بعدها؟ طب احنا هنعمل دلوقتي كبده، كبده متشوحه بالثوم. خلينا نشيل بس الكلام ده علشان ايوه نعرف نشتغل. عملنا شوربه الكوارع غليت اهي، خليني بقى احط علشان ابقى خلصتها هحط عليها الدقيق اهو. عايزه اقول لكم بتطلع فظيعه. طبعا بعد ما بتيجي تقدميها في الاخر بعد ما تستوي تيجي تقدميها الخضار ده بيكش ما بيبقاش باين كده، بيستوي بقى بيتهري ان هي بيقعد 3 ساعات على النار، فانت يا دوبك هتشيلي الحبهان وورق اللورا. انا بحب اقدمها بالخضار ده فيه، الا لو مش حابين شكل الخضار بنصفيه، بس هو بيديني. لا ما شفتش حد بيعمل شوربه الكوارع دي في حد في حته بصراحه، اكيد بتتعمل بس انا ما اعرفش. انا اسمع ان المغرب العربي بيعملوها بس ما عمري ما دقتها عندهم بصراحه. هاجي بقى اقول مقادير الكبده بتاعتي. دي كبده متشوحه مش كبده اسكندراني مثلا ولا كده، كبده بعملها بالثوم بتبقى حلوه قوي وعصره الليمون بقى في الاخر. شرايح كبده عريضه مش هقطعها زي الكبده الاسكندراني، لا هقطعها عريض، يعني شايفين البيكاتا عارفين البيكاتا كده قد تقطيع البيكاتا. هستعمل معاها ثوم، فلفل حراق، ولو فلفل اخضر عادي كمان بيبقى حلو قوي، كمون، كزبره، عصير ليمون. هي مقاديرها بسيطة، هي المشكلة فيها بس ان انت لازم تبقي واقفة لها ساعة التقديم. حلاوتها انك تعمليها وتقدميها على طول علشان تبقى فريش. الكبدة بالذات من الحاجات اللي حلوة انها تتقدم في ساعتها، وطبعا من الحاجات اللي بيفرق جدا انها تبقى طازة قوي، يعني بتفرق معاكي جدا. ادي السمنة هاخد اول حاجه التوابل بتاعتي، هحط
الكمون والكزبرة. ثواني كده، لغاية السمنة كلها ما تسيح وريحتهم تطلع. على فكرة احنا عاملين شوربة كوارع يا ياسر اهي معانا، لو عايزين تشوفوها بصوا دايبة، شايفين؟ يعني دي هنوصلها لكده دايبة اهي، دايبة وريحتها خرافية اهي اهو، شايف؟ دايبة دوبان اهي، والشوربة شايف لون الشوربة وتقلها خطيرة اهي، شوربة كوارع. انما ايه يعني اهو، هاجي بقى هحط التوم والفلفل، بتبقى مشطشطه زياده الكبده دي، ريحتهم بقى مع مع الكمون والكزبره فظيعه. هاجي الكبده، بحطها بصوا شرايح عريضه، هي كده كده بتكش، بس انا بحطها شرايح مش كبيره زي الكبده بالرده، بس تبقى نوعا ما عريضه. و بقلبها، هي هتنزل ميتها. يا اميره سلام. ايوه يا اميره. ايوه ايوه حبيبتي، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايوه يا حبيبي، مبروكة على الحاجات الحلوة دي. ميرسي يا جميلة، ربنا يخليكي يا قمر، تسلميلي. الله يخليك. عينيا ليكي. الله يخليكي يا رب. عينيا ليكي. عايزة أتكلم على حضرتك بس. حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب، تسلميلي يا رب. ميرسي يا أميرة، ميرسي قوي يا حبيبة قلبي. احنا كنا عايزين ايه؟ نرجع للكبدة. عايزة أحط لها الملح بعد ما تتشوح، لان انا عايزاها تنزل الميه اللي فيها. اه طبعا ده ريحه الكمون والكزبره، مش عايزه اقول لك، انا لسه لا حطيت فلفل ولا حطيت ملح. اهو بصوا، لازم الكبده دي بتبقى حلوه قوي في السندوتشات مع البطاطس المحمره كده، فظيعه، بتبقى اتخن شويه من العادي. اهي انا عايزاها بس ايه، بصوا هي بتنزل ميتها، هي ادي حاطه لها فلفل اسود وادي الملح علشان تنزل كل الميه اللي فيها و تستوي. ما بقعدش اقلب بقى فيها كتير عشان ما تتهريش، اوكي؟ احنا ممكن على بصوا احنا ممكن نطلع فاصل على ما تشرب ميتها ونرجع نشوفها بقت ازاي. خلاص احنا كده اهو اهي، اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه قوي عشان تستوي من جوه، لان انا عايزه اوريكم سمك الترانشايه اهي، يعني فيها برضو شويه سمك، فعشان كده لازم تستوي كويس معايا، وانا مش عايزه اضيف لها اي ميه، انا عايزه عايزاها تستوي على ميتها، فالنار تبقى متوسطه عشان تلحق تستوي، وما بنقلبهاش كتير عشان ما تتفتفتش وتتهري. هروح بقى دلوقتي الفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، الكبده هي استوت معانا وشربت ميتها اللي موجود ده، السمنه اللي عملناها فيها. قبل ما اكملها عايزه اقول لك حاجه، لو حسيتي ان الكبده محتاجه سوا ما تزوديش عليها ميه، وطي عليها وغطيها، غطيها 10 دقائق هي هتنزل ميه زياده وهتستوي في الميه دي، بس ما تزوديش عليها ميه عشان يبقى طعمها حلو وفريش معاكي. بعد ما نخلص خالص خلاص وهي شكشكت والميه بتاعتها خلاص، بسم الله، هترش لها بقى الليمون، عصير الليمون، تقليبه وتتقدم فورا. ايه تتقدم
فورا، وعليها السائل اللي نازل منها ده اللي هو بقيه السمنه والخلاصه بتاعت الكبده مع عصير الليمون ده بقى بيتغمس بالعيش، مش عايزه اقول لكم بتبقى جباره تحفه. خلاص دي الكبده خلاص المتشوحه، هنعمل دلوقتي فتت الكوارع. خلاص هي كده خلصت، هشيلها. بصوا بص يا ياسر، الصوص النازل منها ده خرافي اهي، هتطلع لك في النص.